السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث المتوسط مادة اللغة الإنجليزية، إن شاء الله اليوم راح ناخذ درس جديد بالوحدة السادسة، الدرس الثاني، يونت 6 ليسن 2. طبعا منطين هنا بعض الستودنت بوك، موجود هذه الصفحة كتاب الطالب، راح تطلع عليها وتشوفها. عندنا أهم موضوع اللي هو تقريبا مراجعة للدرس الأول، لكن عندنا اهم موضوع اللي هو باليونت السادس الدرس الثاني، هو موضوع ال have to present simple tense with form have to plus infinitive، زمن مضارع البسيط مع صيغة have to زائد infinitive. infinitive يعني اقصد بها صيغة المصدر، الفعل بالمصدر. ملاحظة، شوكت استخدم صيغة الـ have to مع زمن المضارع البسيط، طبعا هو يطلبها من عندك بالسؤال. ملاحظة، استخدام صيغة have to ومعناها ما يجب ان تفعله مع زمن المضارع البسيط في حالة الاثبات والنفي كما في القاعدة التالية كما يلي. القاعدة تقول عندنا الفاعل ويجي ورا الفاعل have to او has to. اذا اجى الفاعل جمع نستخدم have to، واذا جاء الفاعل مفرد نستخدم has to، يعني هي شيء ات يستخدم has to. واذا عندنا ضمير اي ياخذ اي، ضمير اي ياخذ هاف تو، وزائد فعل بالمصدر يعني فعل مجرد خالي من اي اضافه، فيرب انفينيتيف زائد تكمله الجمله، ونخلي نهايه الجمله على النقطه. عندنا مثال اللي هو اي هاف تو جو ناو، هي هاز تو جو هوسبيتال، شي هاز تو كلين هير روم. هاي عندنا أمثلة، ما دام الفاعل عندنا الفاعل آي ياخذ هاف، وإذا عندنا الفاعل جمع ياخذ هاف، وإذا عندنا هي شي إت الفاعل المفرد ياخذ هاز تو، يجي هاف تو وهاز تو. أولا تستخدم هاف تو إذا كان الفاعل جمع، وي ذي يو تيتشرز بويز جيرلز أحمد آند علي، يعني أي فاعل جمع ياخذ هاف تو ومع الضمير آي، عندنا ضمير آي هم من ياخذ هاف تو. تستخدم هاز تو إذا كان الفاعل مفرد، هي شي إت سارة أحمد علي بوي جيرل تيتشر، اي اسم مفرد فاعل اذا كان مفرد ياخذ هاز تو. ثانيا، اما في حاله النفي تستخدم الفعل المساعد للجمع دو، يعني نجيب دو للجمع وداز للمفرد، وتستخدم للمفرد داز، ونضع بعدها اداه النفي نوت، وفي كلتا الحالتين في الجمع او المفرد تستخدم بعد النفي هاف تو او تستخدم هاف تو كما يلي. مثلا I don't have، شوف خلينا النفي بعدين اجت صيغة have to، I don't have to do my homework. ثانية، he doesn't have to go the cinema. ليش قلنا احنا مو قلنا مع المفرد نستخدم has to، لكن في حالة النفي من اجيب doesn't او does، من اجيب does في حالة النفي او حالة الاثبات، راح الهاف ترجع لاصلها، يعني الهاز ترجع لاصلها ترجع هاف. عندنا مثال، عندنا القاعده تقول قاعده النفي تقول دا الفاعل دونت او دازنت يجي وراها هاف تو، ورا الدو نوت ورا الداز نوت يجي هاف تو، زائد فعل بالمصدر فعل انفينيتيف فيرب انفينيتيف فعل مصدر فعل مجرد خالي من اي اضافه، وتكمله الجمله، نخلي نقطه في نهايه الجمله. عندنا مثال فور اكزامبل We speak English. رايد من عندك use a present symbol with have to، يعني استخدم لي صيغة المضارع البسيط مع صيغة ال have to. أجي أولا أبوع الجملة، شو أقول؟ We have to speak English. خلي ال have to وخلي وراه فعل مجرد خالي من إضافة. المثال الثاني They clean the classroom. إيش راح أقول؟ They have، قال لك استخدم لي have to صيغة المضارع البسيط مع صيغة ال have to، زمن مضارع البسيط مع زمن صيغة ال have to، تصير they have to clean the classroom. ثالثا you work in pairs sometimes، راح أقول you have to work in pairs sometimes. عندنا النقطة الرابعة he has to go the cinema. إيش رايد ما عندك use negative، استخدم لي صيغة النفي present simple tense with have to، استخدم لي صيغة النفي مع زمن مضارع البسيط لكن بيا صيغة بصيغة ال have to. أجي أولا أبوع الجملة he has to go the cinema، الجملة
هي زمن مضارع بسيط لكن بصيغه الهاز تو. اريد اسويها انا في اولا اجيب اضوع على الفاعل، الفاعل مفرد لو جماعه فاعل مفرد، اذا شو استخدم؟ دازنت، هي دازنت، وقلنا الهاز ترجع لاصلها تصير هاف تو جو ذا سينما. عندنا الخامسه اي هاف تو وير كولورفول كلاودز. اي دونت راح اضوع على الفاعل هو جمع لو مفرد، اذا الضمير اي ضمير اي اخذ دو اقول دونت ويجي وراها صيغة ال have to wear colorful clothes. سادسا she has to do her homework. راح أضع على الفاعل المفرد إذا أجيب doesn't ويجي وراها have to do her homework. عندنا بعض التمارين على هذا الموضوع باليونت 6 lesson 2 الاكتيفيتي بوك بيج 76 صفحة 76 بالاكتيفيتي كتاب الطالب. عندنا قال لك choose two jobs one that you would like to do and one that you would not like to do. يقول لك اختار وظيفتين، واحدة انت تحبها تعمل ان تكون بها وليش شنو السبب، والثانية ما تحبها وليش يعني شنو السبب. مختار لك هنا مثلا بالحل a pilot. I would like to be a pilot. أنا أحب أن أكون pilot طيار. Because ليش؟ I like flying. أنا أحب flying flying high and visiting different countries. أنا أحب أن يعني أطير بالعالي and visiting وأزور different countries وأزور دول مختلفة. الثانية الوظيفة الثانية أفيد. يعني دكتور بيطري. I don't like to be a vet. أنا لا أحب أن أكون دكتور بيطري يعني دكتور بيطري. Because ليش؟ Because I'm afraid of animals and I can't see blood. أنا لأن أنا أكون يعني أخاف من الحيوانات and I can't see blood ولا أستطيع أن أرى الدماء. زين. اللي هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. إن شاء الله إذا عجبك الفيديو سوي لايك أو مشاركة. وإذا تريد تتابع بقية التسجيلات موجودات على قناة اليوتيوب فقط اكتب عادل حسون باللغة الإنجليزية أو موجودات على صفحتي صفحة الفيسبوك عادل البارون. وشكرا جزيلا لأصدقائكم، إن شاء الله ألقاكم في درس آخر.